الثانية، إنما أعتقد مباراة صعبة، وصعبها أكثر تشكيل حلو جزيرش. التشكيل يرى المدرب هو المناسب، أراح كثير من اللاعبين الذين قدموا أدوار فاعلة في المباراة الماضية خاصة أمام روسيا، ذلك أيضا الفوز الكبير على كوريا الجنوبية هو أكبر فوز إذا للعرب وأيضا لإفريقيا في كأس العالم. We can do it. Everything possible. ليس كذلك. إذا شكرا للكباتن طبعا رفيق وأبو بان وكذلك كابتن محمد بوتريكا. إذا القائد حليش وأيضا لام وجها لوجه في المواجهة الكبيرة، والخط صراحة إلى زملاء المعلقين حفيظ الراجي من أرضية الملعب على HD1، عصام الشوالي على HD2 الصوتية الأولى، بينما زميل عبد القادر الشنوي سيكون على HD2 القناة الصوتية الثانية، الإنجليزي على HD11 والفرنسي على HD13. حفيظ الخط معك. خمسة رفيق حليش، 20 عيسى مندي، رقم 22 مهدي مصطفى، رقم 3 فوزي غلام، رقم 19 سفير دايدر، رقم 8 مهدي الحسن، هو رقم 19 سفير دايدر. الكونتر اتاك فماش اوفسايد، يا رب سيماني 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 سيماني، كرة في الركنية، أول كرة للخضر على الألجيري، كرة ممتازة جدا عن طريق اسلام سليماني، روعة انت يا سوداني، روعة انت يا سليماني. توني كروس خطيرة، باستيان يتعدد ورايح انت يا مبولحي، الرئيس رئيس المنطقة الخلفية لدفاعات الجزائر، نعم الرئيس مبولحي يوقف كورة ولا اروع. سفيان سفيان الفنان الفنان الفنان، الله يا ساتر، كورة 1-0 1-0 1-0، ضاعت الكورة من الفريق الأخضر، الجزائر في أبهى مكان. الله، هذا متجر يلعب الكرة على الصاد، يمشي باللومي، كرة فرقانية تمشي، كرة ولا أروع للجزائر، جيل جديد كبير كبير كبير، يمشي عن طريق سوداني، عربي 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 عربي، ولد العربي، الله، ما هذا ما هذا ما هذا، بأمي عيونكم شاهدوا روعة هذا اللون الأخضر، الله الله الله، ألمانيا ضاعت في 20 دقيقة، شوف الكرة، شوف صورة الهجمة، شوف الانتظار، لابيل يطلب الكرة، يضرب كرة، ما حتى شغلة كرة، فوزي غلام الباك ليفت الظهير اليساري يتزيلر، خطيرة جدا وكرة صعبة، كرة خطيرة، والرئيس الرئيس رئيس منطقة الجزائر، المنطقة المحرمة يا أوزيل، المنطقة المحرمة في الشهر الحرام، كرة ممتازة، يمشي سليماني، سليماني أخذها، سليماني في غولي، وصعبة الكرة في التماس، يعاني الألماني، يعاني يعاني الألماني كما لم يعاني في تاريخه، ترجع كرة من ضربة التماس، كرة الفريق الجزائري، 17 دقيقة، ركز يا سفير الكبير الألماني، وكرة ممتازة، والكرة الثانية من ميلر، مولر وضعت على توماس، برافو لك فيقي الرئيس يا مبولحي، هذه هدية من مبولحي، كانت كرة مباغتة عن طريق الفنان أوزيل، أوزيل يباغت الدفاع طريق فوزي غلام، غلام وضربة الرأس، الكرة جزائرية، والهدف الأول، مش ممكن، مش ممكن يا مهدي، مش ممكن يا مهدي، كنت تهتدي للشباك، كاد مهدي يهز الشباك، مال كرة على طريقة ويسلي شنايدر البارح، ولكن الكرة أوت، مش ممكن من إصرار الخضر، التسديدة رايح جد، رد بالك يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، قبلوه يا ولد، مجدوه يا ولد، اثنوا علي، ما أروعك يا سمراني، اصبر يا سمراني من الساك على الألمان، انبلح الراجل، والكرة ترجع لأولاد الرجال، وعلى احترام الأداء للفريق الجزائري بقطع النظر عن الانتمان العربي، مش ممكن على الكرة، مش ممكن أنت يا ريس، الريس مبولحي يرتقي إلى مرتبة الرؤساء، يدافع هنا منطقته حرام في شهر حرام، روعة أنت يا الريس يا مبولحي. وروسيا أو تعادل مع إيرلندا وإنجلترا وروسيا، وخسر من النمسا واسبانيا وسلوفينيا وبلجيكا، هذا التاريخ الجزائري ضد الفرق الاوروبيه في كؤوس العالم، حذاري حذاري، كره خطيره والتسديد ومتابعه الكره الركنيه، اول كره خطيره من الناس سرومانشاف عن طريق اللاعب شورلي، حذاري حذاري حذاري، الدقائق الاولى يقتل لاعب تقريب في دقيقة 40 تقريب، ده يسيطر على المباراة، كرة ممتازة والتوزيعة والرأسية، وبرافو الرئيس مبولحي، الرئيس يوقف كرة
ممتازة جدا للفريق الألماني عن طريق اللاعب رقم 21 اللاعب روس. برافو دفاع ممتاز عايزة مندي حذاري فما راهي الان فما تسديدة وري يا فيليب لعم كرة ممتازة من الدون فيليب من القائد فيليب كرة ألمانية والأروع والتسديدة والعملاق العملاق الأسطورة أقول الرئيس مبولحي غلام يلعب كرة طويلة يارب سليماني سليماني والكرة من الحارس مانويل نوير. الجزائر بإمكانها قتل المباراة عن طريق الرائع المقاتل سليماني الكيريي سليماني. شوف الكرة ممتازة جدا هذا يلعبتها الآن الجزائر تدافع هي اضرب 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 ليه مش ممكن كرة ترجع سليماني المقاتل كما انا معجب بك يا سليماني. الجزائر في ابا مكان هنا في الريو كراند الصول يتألق ولا مجري كرة يعرف فيها عربي سوداني وصل كرة الله يهديك الله يخليك وصل كرة يا سوداني الله مش ممكن على كرة بطولة على كرة ربع نهائي على كرة اقصاء الألمان هذه الأولى والأخرى الثانية خضيرة يعمل الكروس والحارس وشرلي والدفاع من بالكلام ما هذا يا ابن الصحراء ما هذا يا ثعلب الصحراء. قبل ألمان يضغط التوزيعة تأتي الرأسية والدفاع عن خط النهائي زيري سنتر زيري اضرب الراس لا يا فيغولي لا ملا مباراة تمشي كرة من سامي حذاري ميلر واهدرها ميلر اهدرها الكبير ميلر اهدرها آل مولر اهدرها ميلر اهدرها ميلر سمي وانتقه كما جاء مش ممكن ملا كنترول هنا يهرب بالكرة يبعد على خطيرة للألمان عن طريق فيليب لام يوزع كرة خطيرة وبرافو الرئيس البولحي في الدقيقة 90 مبولحي يمنع السيناريو الحزين فماش اوف سايد مبولحي يتصدى لراسية يشبط لا يا كرة لا تغدري بينا لا نستاهل لا نستحق الغدر الان امشي الاكسترا تايم واللي يكون حذاري من اخر كرة حذاري من الالمان حذاري الراسية التي لن ولم تاتي بالنصب والجزم ارفعك على الاعناق يا بولحي بالنصب والجزم ترفع على الاعناق يا الرئيس يا بولحي 90 دقيقة منتهية 90 دقيقة من نار ترك الاماكن فارغة يرفع مولر يراوغ مولر والهدف الاول الهدف الاول من شولي كنت نبهت قلت لا تترك مكانك يا عيسى 1-0 الدقيقة الثانية تقريب حلت الشبكة من الفريق الألماني خطأ دفاعي قاتل هالي نوزيتش قالي نوفو با براندر دي ريسك ما ناخذوش الريسك ولكن عيسى خذا الريسك والكرة عرضية حبت شورلي يحطها رغم اصرار الرئيس بولحي قلت لك نخاف كان من مولر الفريق الالماني هو الاخطر في المباراه تبقى بحوزه مولر وتوماس يسدد المانيا الرهيبه ترهب الدفاع الجزائري دفاعات الخضر عن طريق مولر حتى هدف يا امريكا شيء غريب كرة بلاسي يعرف يعملها كان مولر ممتاز انت يا توماس يمشي ياسين والرأسية والدفاع اضرب التعادل يضيع فرصة كبيرة هاو التعادل يا مهدي مصطفى يهدر كرة التعادل مش ممكن يا اخويا مش معقول كرة مباراة ادرك لو تتعادل الجزائر ستعبروا يبحث عن 10 اهداف في المونديال كرامر خطيرة وبرافو الرئيس مبولحي كرة ترجع مرة أخرى عن طريق المخدير خارج كرة مولر خطيرة مولر وفرصة الهدف الثاني وخرجت من الشبكة
خرجت من الشبكة من الدفاع العنيد للأخطر العنيد عن طريق عيسى مندي. كرة عن طريق لام شد الكرة الخبرة خبرة السنين. الهدف الثاني وزين وزين كرة الدفاع برافو والكرة من وزين والهدف الثاني. الهدف الثاني من مسعود. مسعود أوزيل يسجل في الدقيقة الأخيرة هدف الصعود هدف التأهل الرسمي للألمان في الثنائية في مرمى الرئيس بولح. الهدف الثاني كونتر أتاك طبيعي والفريق الألماني بكثير من المعاناة ولكن بكثير من الواقعية وأيضا بكثير من الاستحقاق أمانة يستاهل صعوده للدور الربع النهائي التي لم تتغيب عليها ألمانيا من عصر الستينات. بغولي من الأسرار الجزائر لهدف وكرة وهدف هدف 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 جزائري عن طريق سليماني. سليماني يكتب التاريخ. إسلام يكتب التاريخ. إسلام يكتب التاريخ. أول لاعب عربي يسجل في 3 مباريات في كأس العالم والثاني لاعب عربي بعد الخشيان بعد 20 سنة يسجل هدف في كأس العالم. ألمانيا 2 الجزائر 1 شرفتمونا. والثاني الثاني الثاني الله حرا كلكم سحارة يزفرها ساندرو ريتشي. ألمانيا تتأهل والجزائر تكسب التاريخ. ألمانيا تتأهل والجزائر تكتب تاريخ. الجزائر تكتب تاريخ في الاكسترا تايم المثير. ألمانيا 1 شورلي ألمانيا 2-0 كاوو أوزيل نلعب سنتر وهدف الإسلام سليماني. شكرا يا رئيس يا بولحي شكرا يا بالكلام شكرا رفيق شكرا عيسى شكرا مهدي شكرا فوزي شكرا سفير شكرا لحسن شكرا